من صباح على حضراتكم من جديد، وهنبدأ معاكم كالعادة أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومنها التقرير اللي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بخصوص انخفاض معدل التضخم العام لأول مرة من 6 شهور. أيضا انتظام المجازر في استقبال أضاحي المواطنين والجمعيات مجانا في ثالث أيام عيد الأضحى، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم خلال التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها التقرير اللي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء واللي تضمن إنفوجرافات بتوضح انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى من 6 شهور على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. امبارح انتظمت المجازر الحكومية على مستوى المحافظات في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك في استقبال أضاحي المواطنين بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية، وشهدت المجازر توافد الأهالي والجمعيات لذبح الأضاحي والاستفادة من كافة الخدمات البيطرية والكشف الظاهري على الماشية والكشف على اللحوم بعد الذبح. امبارح برضو استمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ المبادرة التوعوية بالألوان هنكافح الإدمان، وده في إطار حملة أنت أقوى من المخدرات. المبادرة تم تنفيذها في الحدائق والمتنزهات لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وبيتم استخدام آليات وأنشطة تفاعلية كتير زي الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية اللي بتتماشى مع المراحل العمرية للأطفال. في السعودية تم امبارح الإعلان عن نجاح الخطة الصحية للحج وخلوه من أي تفشيات للأمراض، وقال وزير الصحة السعودي خلال مؤتمر صحفي أنه تم تقديم الخدمات الصحية للحجاج عبر أكثر من 230 منشأة، وقال كمان أن عدد الحالات اللي تم اكتشاف إصابتها بكورونا خلال الحج لم تتجاوز 38 حالة فقط. لليوم الثالث وزارة الداخلية بتواصل الاحتفال مع المواطنين بعيد الأضحى المبارك. رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن كانوا موجودين في الشوارع والميادين بمختلف المحافظات، وزعوا ورود وهدايا كمان على المواطنين. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش، بالضحكة اللي على جبينه ربنا جنبه بيعينه، هو ده يبقى الشعب المصري للي ما يعرفهوش. قررت ان انا انزل النهارده اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، واعرفهم ان احنا مقدرين جدا وبنقل لهم صوت كل الناس على وقفتهم وادائهم للواجب بتاعهم. كل سنه وانتم طيبين. طول عمر الشعب ده ايد واحده والفي ربط واليوم الدين، الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى ناس بنجاحه كتير كارهين، شعب اصل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. بنحبك يا ريس وبنحبك يا مصر. بجد عمرنا ما عشنا العهد ده وتعاملنا بجد بالاحترام ده وبالأدمية دي. معايدة جميلة جدا من أحلى ناس هي اللي حميانا في البلد. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا جدا على التواجد الأمني والأمن اللي احنا فيه. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000 جنيه، على حبها من يوم ما اتولدوا جيل بيسلم رايا الجيل، حست نفس عزيمة قوية موضوع مش محتاج لدليل. عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. كل سنة طيبين وبلدنا بخير والدنيا زي الفل إن شاء الله. كل عام أنتم بخير وإن شاء الله في تقدم وازدهار إن شاء الله. سنة وانتم طيبين. رجالة ولا رجالة، إيد تحمي وإيد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. كل سنة وانتم طيبين وكتر خيركم على المجهود اللي أنتم عاملينه في البلد، ويا رب يحفظ مصر دايما. نشكر الرئيس على كل الجهود اللي بذلها وعلى كل الطرق الجديدة اللي عملها وعلى المجهود الكبير اللي بذله. كل سنة ومصر كلها طيبة والرئيس طيب وبخير، وربنا يحفظها يا رب مصر، وربنا يحفظكم ويحفظ الشرطة، حاجة جميلة اللي أنا شايفها. أنا والرئيس السيسي طيب وبصحة وعافية والإنجازات مستمرة، وكل اللي اتعمل احنا حريصين عليه. كل سنة وانتم طيبين وربنا يحفظ عليكم، ويا رب كل ايامكم خير وبركه وسعاده. كل عيد بتقول لنا كل سنه وانتم طيبين، قلنا نسبقكم المره دي. كل سنه وانت طيب. حضرتك كل سنه وانت طيب. طبعا هم المصريين.
وفي جولة المحافظات حصل كمان أخبار كتير جدا في محافظات مصر، منها تشكيل 10 فرق المرور الميداني في مراكز وقرى محافظة بني سويف لإزالة أي مخالفات أو تعديات ممكن تحصل خلال إجازة عيد الأضحى. كمان إسكندرية الإقبال على الشواطئ هناك كان بمعدل 100% في ثالث أيام العيد، والشوان والصوامع في دمياط استقبلت قمح بنسبة تتجاوز 102% من المستهدف. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتير امبارح، أبرزها تشكيل 10 فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية في محافظة بني سويف للمرور الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسرعة إزالة أي مخلفات أو تعديات بشكل لحظي. في محافظة الجيزة تم شن حملات إزالة الحواجز الحديدية الخاصة بانتظار السيارات لتعديها على الطريق العام. في الإسكندرية الشواطئ شهدت إقبال كبير من المصيفين وأهالي المحافظة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وصلت نسبة الإقبال في الكثير من شواطئ القطاع الشرقي ل100%. في الوادي الجديد شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على السحب النهائي للأراضي الزراعية من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد المستحقات، وقال إنه مفيش تهاون في استرداد حق الدولة. في دمياط في انتظام في عملية توريد القمح للشوان والصوامع، وتم تحقيق نسبة تتجاوز 102% من المستهدف توريده، وكمان تخطي نسبة 295% بالمقارنة بالسنوات السابقة. في الدقهلية قال دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة إن جميع وحدات الغسيل الكلوي في المحافظة شغالة بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وبتقدم الخدمة ل 3000 مريض غسيل كلوي بشكل منتظم 3 مرات في الأسبوع، ومن المقرر إجراء أكثر من 9000 جلسة غسيل كلوي خلال أجازة عيد الأضحى الجارية. في قنا هتنطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من يوم الخميس اللي جاي 14 يوليو بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة ليها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية. كمان في الإسكندرية شنت أحياء المحافظة حملات مكبرة للمرور على محلات الجزارة والشوادر، وأسفرت عن تحصيل نحو 1,000,000 جنيه غرامات فورية على المحال المخالفة بأحياء شرق ووسط والمنتزه أول والمنتزه تاني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.